السلام عليكم. يحكى أن مجموعة من الناس كان نظرهم ضعيف حبتين، فلما حبوا يروحوا مشوار اختاروا أعمى عشان يقودهم أو يسوقهم. انز بلستنج. مش كل حاجة نعرف نقول عليها وجهة نظر، مش كل حاجة ينفع نقول عليها وجهة نظر. حب الوطن مثلا مش وجهة نظر، الدفاع عن المظلومين مش وجهة نظر، الصمود في وجه الظلم والظالم، حب الحق والخير والعدالة، الانتماء لتاريخ أمتنا العظيم وتراثها مش وجهة نظر. لأن كل الحاجات دي وغيرها كتير الإنسان بيشوفها وبيقدرها وبيتمنها بنور اليقين اللي في القلب، القلب السليم. أما القلوب اللي أصابها مرض نفاق اللهم احفظنا، فدي حكاية تانية. الكاتب لينين الرملي أدار وشرح وفسر ثورة كاملة على الورق في مسرحيته الرائعة وجهة نظر، اللي اعتبر فيها الشعب مجموعة من العمياء والبلد هي الدار اللي بيضمهم وبيتحكم فيهم مجموعة من الفسدة اللي بيقتاتوا على عرقهم وشقاهم، وكمان على المنح والإعانات الخارجية اللي بيطلبوها من الغرب باسمهم. ادوني 50 مليار دولار وأنا أسيبهم يطلعوا ينفسوا عن نفسهم شوية قبل ما رجعهم القفص. أظن كلكم سمعتوها. الغرب جسدته في المسرحية شخصية ميسيز بوكس. وضح الكاتب إزاي أن السلطة بتتعمد تفريق الشعب وزرع بذور الخلاف والفتنة والشقاق بين أفراده عشان تستمر في مكانها. وبين كمان لينين الرملي برمزية الدور الثاني بين قوسين ازاي البلد مقسومة قسمين، قسم عايش في نعيم لا يمكن وصفه ودول اصحاب الدور الثاني، وغالبية الشعب اللي عايشة في الدور الارضي تحت في فقر مدقع رغم انهم اصحاب الحق الاصيل في البلد او على الاقل هم الاغلبية. بيقول الكاتب على لسان البطل اللي شايف بنور البصيرة رغم انه واحد من العميان في أهم مونولوج في المسرحية. ساعات أشوف كل شيء بوضوح، العطش والجوع والحر والسعة، العدل والظلم، الأسوأ والرحمة، وأشوف الشمس لما يلسعني شعاعها وأعرف إنها غابت لما غروبها يرمي الكآبة في صدري، وساعات عقلي يلهمني اعرف اللي قدامي واللي ورايا واللي جنبي، اشوف صاحبي من عدوي. لما الاقيكم بتقولوا عليا ده مفتح وشايف احس بالزهو يملاني، لكن جوايا عارف حقيقتي، بطبش بايديا واعد الخطاوي برجليا وبتجنن، بتجنن لما بحس بيكوا بتتحركوا حواليا من غير ما حاجه تحشكوا، واسمع سكاتكوا فحس انكم بتتكلموا بعينيكم وممكن كمان تكونوا بتتكلموا عليا. بتجنن من يقينكم واقول ايش عرفني انكم ما بتكذبوش عليا او تكون الحقيقه فايتاكوا، واقول يمكن لو فتحت عينيا او فتحت عينيا اشوف غير اللي انتم شايفينه. اقول لكم على سر وما تضحكوش عليا، أنا بخاف من الضلمة مع إني عايشها، بيبان حديد مصدية ومتربسينها في وشي، بير ملوش قرار ورموني في قعره، بحس إن أنتم قافلين الشبابيك ومنزلين الستاير ومطفيين النور عليا، ببقى عايز أصرخ افتحوا الشبابيك، زيحوا الستاير، ولعوا النور، ايدوا شمعة. كنت وأنا صغير بيتهيألي انهم جابوا شمع سايح وطفوه في عينيا. كنت بمني نفسي انه اجراء مؤقت لحد ما تثبت براءتي ويفكوا الشمع عني وتنزح الغشاوه من عينيا ومن عينيهم. بيتهيألي شعوب كتير في بلادنا مستنيين برضه الغشاوه تنزح من على عينيهم
ومن على عيون أصحاب القوة والنفوذ. الواقع بقى صعب، بقى صعب جدا. الواقع بقى لا يحتمل، وكل ألعاب السلطة وحيالها لخداع الجماهير استنفذت كل وسائلها، وبقت الناس فاهمة. قرصة الجوع فهمتها، خوفها على النيل فهمها، حسرتها على الجزر فهمتها، حلمها المستحيل في بكرة فهمها. فريت انتوا كمان تفهموا قبل الانفجار الكبير.